على كل الاحوال خليني اخدكم شويه لايطاليا، وتحديدا هيكون ليها لقاء مع والتر ساباتيني. والتر ساباتيني هو المدير الرياضي لنادي روما ولاتسيو سامدوريا، المدير الرياضي السابق، وكان طبعا واحد من نجوم فرق بارما وروما. مشواره في الكره الحقيقه امتد بشكل كبير جدا حتى خارج حدود ايطاليا، وتولى مسؤوليه المدير الرياضي في عدد مختلف من القارات، منها مره في كندا ومنها مره في الصين، وحاليا وهو قريب جدا من رجوع مره ثانيه كمدير رياضي لنادي لاتسيو. خلينا نرحب بيه بدايه طبعا ونستقبله على شاشه النادي الاهلي. والتر ساباتيني، شكرا ليك على وجودك معانا. مساء الخير للجميع. ميدي كاميستر ما مساء الخير للجميع، مساء الخير على جماهير قناة الأهلي، مساء الخير خاصة على جماهير الأهلي، وأتمنى غدا مباراة طيبة للنادي الأهلي، وأنا سعيد بالتواجد معكم. وأقول لك أنه أتابع العديد من اللاعبين المصريين، قد يكون هناك صلاح آخر قريب في العودة إلى إيطاليا. خدوا بال حضراتكم، مولتر ساباتيني كان ليه دور كبير جدا في صفقة انتقال صلاح لنادي روما، وهسأله عن ده. بس خليني بداية طبعا، انت ليك مشوار طويل مع الكرة الإيطالية، مش بس داخل الملاعب مع بارما وروما، لكن الحقيقة يمكن توليت منصب المدير الرياضي لعدد من الأندية الإيطالية، وعملت أيضا كمدير رياضي في عدد من الأندية المختلفة في العالم، منها في الصين، منها في كندا. خليني اسالك الاول، ايه هو دور او طبيعه دور المدير الرياضي للنادي، وايه هي المعايير اللي على اساسها ممكن تكون مهمته كمدير رياضي ناجحه؟ المدير الرياضي يجب على الجميع ان يعلم ان المدير الرياضي ميدي كاميستر فاتشو لا تراديزوني سينسا فيرمارسي الرياضي يقوم بفعل اشياء كثيره. يجب أن يكون بجانب اللاعبين، ويجب أن يقوم بأشياء أهم مع مجلس الإدارة، ويجب أن يتحدث مع مجلس الإدارة، ويجب أن يذهب للحديث مع اللاعبين الآخرين، ويجب أن يبحث عن أفضل اللاعبين من أجل تقدمهم للنادي. إذن المدير الرياضي لديه خصائص هامة جدا. طيب خلينا اخذك لفتره من 2011 ل 2016 تحديدا، الفتره دي انت كنت تتولى مسؤوليه المدير الرياضي لنادي اي اس روما، وهي نفس الفتره اللي انتقل فيها محمد صلاح اللاعب المصري او النجم المصري للعب في صفوف روما. خليني بدايه اكلمك عن كواليس الصفقه، ايه اللي لفت نظرك في محمد صلاح، وانت يمكن حتى عند رحيله وانتقاله ليفربول قلت انه مجلس اداره نادي روما هيندم على رحيل محمد صلاح. أنا ظاهرة، عندما رأيت صلاح في تشيلسي وكنت أتابع صلاح منذ أن كان في بازل السويسري، ولهذا تحدثت مع مجلس إدارة روما في هذه الفترة عندما كنت مدير الرياضة لروما، وحسيت الجميع على التعاقد مع محمد صلاح، لأن محمد صلاح كان من ضمن المشروع الأمريكاني ومن ضمن المشروع التي قد يجلب لروما الغالي والنفيس. ومحمد صلاح كان قريب من الانتقال إلى الإنتر، وحدثت مفاوضات من جانب النادي اللومباردي، ولكن قررت الذهاب إلى لندن وتحدثت مع مديرية التعاقدات هناك وجلبته إلى روما. في رأيك إيه أهم الأسباب اللي أدت لنجاح محمد صلاح في تجربته الاحترافية، وخصوصا طبعا مع المستوى الأكثر من رائع اللي ظهر به مع روما بداية، وانتقاله ليفربول وتألقه بشدة، الأمر اللي خلاه يبقى مرشح للمنافسة على لقب الأفضل في العالم؟ صلاح قام بعمل أشياء خارقة وعمل أشياء كبيرة. صلاح اشتغل على نفسه كثيرا وكان يستمع إلى النصائح عندما كان في فيورنتينا وتطور في روما، لكن محمد صلاح أخذ العقلية الرومانية وعقلية جماهير روما، لأنه لعب لجماهير روما. جماهير روما من الصعب أن تلعب أمام الكورفا سود وأمام الجماهير هناك، لذا صلاح كان يذهب دائما إلى التمرين بانتظام، وكان يتحدث معي كمدير رياضي، وكان يتحدث مع المدير الفني، كان يستمع كثيرا للنصائح، ولهذا صلاح أصبح الأفضل. إذا كنت بتوجه نصيحة لمحمد صلاح في التوقيت الحالي، هل تنصحه أكثر بالبقاء واستمراره في صفوف الليفر، ولا تنصحه بانه ياخد قرار واللعب لاي فريق من الفرق الكبيره في اوروبا؟
يجب على صلاح أن يستمر في ليفربول. شعبية صلاح في ليفربول أصبحت كبيرة وكبيرة جدا، وهناك يلقى ترحيب كبير. شاينهام محمد صلاح لدي الكثير من العشاق في ليفربول، قد يكون مثل توتي، وأنا أنتظر أن صلاح قد يفوز بالبالندور مع ليفربول العام المقبل. ولهذا إذا كان على صلاح أن يفوز بالبالندور يجب أن يستمر في ليفربول. خليني أسألك برضو بصفتك مدير رياضي لعدد من الأندية الإيطالية، يعني بعد نجاح تجربة صلاح ليه ما فكرتش الأندية الإيطالية في تكرار التجربة مع لاعبين مصريين تانيين؟ يعني معظم المصريين بيحترفوا في الدوري التركي، في الدوري الألماني، في الدوري اليوناني، وبعضهم طبعا في الدوري الإنجليزي. ليه ما فكرتش الأندية الإيطالية أنها تبص بشكل مختلف للاعب المصري؟ هذه ثقافة مختلفة. ثقافة والتر ساباتيني، أنا أعشق اللاعب العربي وأعشق اللاعب الأفريقي، لأن اللاعب العربي واللاعب الأفريقي يريد أن ينتقل من قارة أفريقيا ومن الوطن العربي من أجل أن يلمع في أوروبا، ومن أجل أن يذهب إلى مكان آخر. ورأيت صلاح والنني وتريزيجيه في أستون فيلا، ولهذا أنا أعشق اللاعب المصري وأفضل اللاعب العربي عموما والأفريقي. لكن هناك العين التي تجلب، وكلاء اللاعبين الأوروبيين يفضلون دائما الانتقال أوروبا من أجل المادة. لكن أنا بالنسبة لي كوالتر ساباتيني، الأهم لي هو موهبة اللاعب وفنيات اللاعب. لكن في العالم كله أنا أعتقد أن تجربة صلاح سوف تتكرر، وسنجلب العديد من اللاعبين المصريين. من يستحق أن يذهب إلى إيطاليا سيذهب، وهناك مشروع في الأيام القادمة كما ذكرت للنادي الأهلي كان يكون لاعب مصري في إيطاليا في الأيام القادمة. طيب أتكلم معك شوية عن ملف الكرة الإيطالية، والحقيقة كتير تخيلوا أنه بعد تتويج إيطاليا بيورو 2020 أنه الكرة الإيطالية عادت على الطريق الصحيح، وأنه إيطاليا هتكون موجودة دايما على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية على منصات التتويج، إلا أنه يوم بعد يوم بتزداد معاناة الكرة الإيطالية، عدم القدرة على التأهل مباشرة لكأس العالم من ناحية، وقضايا فساد تخص أكبر الأندية الإيطالية من ناحية تانية. من وجهة نظرك إيه أهم أسباب ده، وليه بنسمع كل يوم عن قضية جديدة بتمس الفساد في بعض الأندية الإيطالية؟ يجب أن إذا ما تحدثت عن هذا الأمر فأنت متابع جيد للدوري الإيطالي والأحداث في إيطاليا. الأحداث في إيطاليا في هذه الأيام ساخنة جدا، ما بين فساد بعض الأندية كاليوفي وسامبدوريا والإنتر مؤخرا منذ قليل. لكن في إيطاليا عدم التأهل إلى كأس العالم سيكون أمر صعب لنا، لكن الفساد يؤثر بشكل كبير في الكرة الإيطالية. لكن يجب أن نفصل هذا عن الكرة الإيطالية في الأيام الماضية، يجب أن نتحد من أجل إيطاليا، يجب أن نتحد من أجل التأهل لكأس العالم. النهاردة عرفنا أن الشرطة الإيطالية اقتحمت مقر نادي الإنتر للتحقيق في بعض قضايا الفساد. يهمني أعرف إيه الجديد وآخر تطورات الموضوع من والتر ساباتيني. الإنتر يسأل الآن ويقول لك أن الشرطة الإيطالية ذهبت من أجل الاطلاع على بعض التقارير في قضايا فساد مالية في نادي إنتر ميلانو من 2017 ل 2019، ولكن حتى الآن هي تحقيقات لم يتم اتهام الإنتر بعض الأشياء. الشرطة اقتحمت مقر التدريب لإنتر ميلانو وأخذت بعض الملفات الهامة التي تخص رئيس النادي، ولكن حتى الآن لم يتم القبض على أحد كرئيس النادي كما حدث مع تشيرو فيرير رئيس سامبدوريا. لكن هناك أشياء كثيرة، ملف الفساد يحتاج أيام وشهور وسنين لكي نتحدث عنه. لكن الإنتر كل ما حدث فقط هو الاطلاع على بعض المستندات. أتمنى أن لا يحدث ذلك في الإنتر، لأن هذا يؤثر علينا وعلى سمعة الكرة الإيطالية. وأنا أوجه الجميع في إيطاليا أن يتوقفوا بمثل هذه الأشياء. أنت كنت مدير رياضي سابق لنادي سامبدوريا الإيطالي، وكنت أعتقد كمان صديق مقرب من تشيرو فيريرو رئيس النادي اللي تم القبض عليه. يهمنا برضو نعرف منك آخر تطورات القضية. ما كي هي تشيرو فيريرو؟ سكوساتي كولو ديليكس سامبدوريا البريزيدنتي. أنا كنت فقط المدير الرياضي لنادي سامبدوريا. تشيرو فيريرو براتي تشيرو فيريرو مسؤول عن كل ما
ماسيمو فيريرو هو مسؤول. ماسيمو فيريرو كوريتو سي 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 ماسيمو فيريرو. طيب خليني اروح وفي وسط كل الاخبار دي، هل تتوقع انه المنتخب الايطالي قادر من ناحيه على التاهل لكاس العالم، وانه الانديه الايطاليه قادره تستعيد توازنها وتنافس على القاب القاب البطولات الاوروبيه؟ سي certo. بالنسبه لمنتخب ايطاليا، ايطاليا قادره على التاهل. Come? لا يريد ان يتحدث في قضيه ماسيمو فيريرو. Pronto. رئيس سامبدوريا. سي سي. لا سينتو مي. سينيور ساباتيني، السؤال انه وسط كل الازمات دي، هل بتشوف المنتخب الايطالي قادر على تجاوز عقبه البرتغال في المرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم؟ وهل الانديه الايطاليه زي اليوفي والميلان والانتر قادرين على ان هم من وجهه نظرك ينافسوا على البطولات الاوروبيه؟ عالم وماسيمو فيريرو لديه قضايا اهم خارج اطار نادي سامبدوريا. والتر ساباتيني المدير الرياضي لنادي روما ولاتسيو، ولاعب طبعا ونجم بارما وروما السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في السادسة على شاشة الأهلي.